طبعا الواحد ما يتخيلش برشلونة من غير ميسي. ميسي لما نتكلم عن 16 سنة يعني مع البارسا، فصعب جدا الواحد يتخيل رحيله يا جماعة. فالنهاردة يمكن هو أثار بنفسه القلق بين جماهير البارسا من إمكانية أو محاولة يعني إيه تخليه عن النادي، وإنه يرحل عن النادي الصيف ده. ففي صحف يعني صحف برازيلية كلمت وقالت مؤخرا أنه ميسي طلب فعلا أنه يرحل عن برشلونة، لكن المسؤولين في النادي نفوا الأمر ده. فوفقا للإذاعات الإسبانية، فالمقربين من ميسي هم اللي أثاروا القلق حوالين مصيره إذا كان هيمشي ولا لا. دلوقتي الجميع ملتزم الصمت، مفيش حد نفى المعلومات دي، مفيش حد أكدها. الإذاعات الإسبانية زي ما بنقول ما تحدثتش عن مصير ميسي لحد دلوقتي، بدافع يمكن الحب تجاه ناديه. هو طبعا عنده يعني ملفات ساخنة جدا، عنده تفكير في الوقت الحالي مهم، أفتكر في مرحلة تاريخية مهمة جدا في تاريخه. يمكن الصحف الأسبانية أوضحت أنه عقد ميسي ما فيهوش أي ثغرات، هو مستمر. يمكن عايزة كمان النهاردة عمدة يمكن برشلونة قالت أنا ما تخيلش برضو ميسي من غير البارس، قالت وصفته بأنه رمز وتاريخ. واحنا كمان الحقيقه واللي يمكن متابعين برشلونه ما يتخيلوش ابدا رحيل ميسي عن بقى. هو ميسي ارتبط طبعا اكيد او خلينا نقول برشلونه ارتبط اسمه بميسي، يعني انا شايف دايما ميسي هو العلامه الفارقه. ولكن طبعا الهزه العنيفه مع وجود انت عارفه برضو الرومرز وبعض الاشاعات اللي بتطلع ان ميسي كمان هيمشي، لكن في اعتقاد الشخص ان ميسي من الناس اللي خلاص الكاركتر، وكمان في اعتمادي الشخصي او اعتقادي الشخصي ان الاداره الحاليه او اللي جايه هتعتمد عليه بشكل كبير جدا جدا، حتى في تكوين الهيكله الاداريه والشكل العام للفريق الفتره الجايه. فاعتقد ميسي يعني نتمنى ان هو ان شاء الله يستمر بشكل كبير.